استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله في قصر الصغير سعادة السيد ويليام روباك سفير الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة لدى المملكة. واستعرض جلالة الملك المفدى مع السفير مسار العلاقات الثنائية التاريخية الوثيقة القائمة بين البلدين الصديقين. وما يشهده التعاون بينهما من تقدم وتطور في كافه المجالات مؤكدا جلالته حرص مملكه البحرين على دعم هذه العلاقات والارتقاء بها الى افاق ارحب من التعاون والتنسيق المشترك لما فيه خير وصالح البلدين وشعبيهما الصديقين كما نوه صاحب الجلاله حفظه الله بالدور الذي تطلع به الولايات المتحده الامريكيه ودعمها للجهود الدوليه الراميه لترسيخ الامن والاستقرار في المنطقه وخدمه قضايا السلام العالمي